خليني اروح لنجم الترجي التونسي كابتن خالد بن يحيى، ضيفنا النهارده من خلال طبعا اتصال الاتصال التليفوني او الهاتفي، والمدير الفني السابق طبعا لنادي الترجي هو ضيفي دلوقتي في السادسه. ابارك له بدايه طبعا على تاهل الترجي. احنا فرحنا الحقيقه، مش فرحنا لاقصاء سان داونز بقد ما فرحنا لتاهل الاشقاء، وقد ما فرحنا وافتقدنا الديربي الشمال افريقي، الديربي القائم الحقيقه ويمكن اكثر ديربيات افريقيا حماسا، الاهلي والترجي ان شاء الله في نهائي افريقيا المنتظر يوم 18. كابتن خالد مساء الخير واهلا بيك. اهلا وسهلا، مرحبا، شرفتوني. اهلا بيك. تحياتي ليكم وتحياتي لكل مستمعي القناه، وان شاء الله تكون مداخلة نساعدوا فيها ونوضحوا فيها عدد النقاط. طبعا طبعا احنا سعداء طبعا بتأهل الترجي، نهائي افتقدناه من يمكن ايه نقول خمس ست سنين، سواء وان كنا تقابلنا طبعا الاهلي والترجي في ادوار قبل النهائي في السنوات الاخيره، لكن خليني ابارك لك في الاول مش بس على التأهل، على المستوى اللي نجح فيه الترجي بالعوده لصورته اللي جماهير كاف افريقيا تعلمها تماما، نجاح ميجيل كاردوزو لإعادة الهبة للترجي مرة تانية، ونجاحكم في تحقيق فوز على خصم وغريم قوي جدا ومنافس قوي جدا في السنوات الأخيرة في إفريقيا وهو سان داونز. خليفة نبدأ نحيي ونشكر نادي الأهلي على الإنجازات اللي قام بها ويقوم بها في الكرة المصرية والكرة العربية، وده إنجاز الكرة العربية قبل الكرة المصرية. أنا دائما نحكي في الانترفيو يقول اللي راهو الاهلي والترجي والمولديه والوليدات لابد وان نكونوا في تنافس ايجابي ونحسنوا كورتنا، وهذا معناه يخلينا في مستوى عالي. معناها الترجي من شيره والاهلي من شيره، كل عام ما بين الربع النهائي النصف النهائي في النهائي هذا يكون انجاز كبير وانجاز عظيم، ولا بد من تدعيم ولا بد معناها من نكمل في هالانجازات هذيا. وهذا ما يلزمنيش نغفل على سياسات الهيئات المديره نتاع الفريقين اللي قاعدين مش بالسهل بكل الاشكاليات. مثل الاهلي كنت نسمع في تعدد في الثمانيه السنين الاخيره معناها سبع مرات تقريبا الاهلي في الدوري النهائي، صحيح ما بينش نهائي وربع نهائي ونهائي، اللي هو انجازات عظيمه. لابد وان نشكر معناها الهيئات المديره على الانجازات وعلى التفكير وعلى الاستراتيجيه اللي لعب فيها. هذا النجاح ماشي صدفه، النجاح يجيب العمل وبالخدمه وبالتعب وبالشقاء وببعد النظر، وهذا معناه لابد ان نشكر معناها الفريقين والهيئات المديره تاع الفريقين. وبطبيعه الحال نشكر الجماهير اللي قاعده تكبر وقاعده معناها تزيد في المساحه وفي العدد في الاهلي وفي الترجي. شكرا، شهاده اعتز بيها.